رحلة للسماء السابعة مع فارس جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تحرص أن تطفئ نور سيارتك عند إشارة المرور حتى لا تزعج من هم في الشارع المقابل، قد لا يعلمون بمقصدك بل حتى لا ينتبهون لفعلك، لكن احذر أن تظن أن الشكور لن يكافئك. كيف؟ لا يهم، من الممكن أن مرضا كان سيخطف بصرك، أو حادثا كان سيتلف سيارتك، أو مشكلة كنت ستقع فيها وقاك الله منها. شكرا لك على صنعك النبيل وصنيعك الحسن. حرصك على فتح الباب ليلا بلطف حتى لا تزعج النائمين، انتظارك وأنت ممسك باب المسجد لكبير في السن حتى يدخل، تفاديك أن تدهس قطة عابرة، ابتسامتك لطفل، ترتيبك لغرفة في منزلكم، دعاؤك لمسلم مات بسبب أنك متيقن ألا قريب له يدعو له، إغلاق صنبور ماء كان غير محكم الإغلاق، رفعك غصن ملقى على الطريق، كل هذا من الخير يقول الله وافعل الخير. ومن أجل وأحسن الخير أن تمسك المصحف لتلاوة وردك ثم تقع عينك، بل يقع قلبك على خير يحثك الله على فعله، فتضمر في نفسك ألا ينقضي يومك ذلك إلا وقد أتيت منه ما استطعت، إنك بهذا تفعل أعظم ما يمكنك فعله، إنك تفعل الشيء الذي لم ينزل الله القرآن إلا لتفعله. أما إن سألت عن أعظم خير يمكنك فعله فهو أن تسلم وجهك لله، أن تحيا مسلما، تعبد الله مسلما، تعامل الناس مسلما، تنظر وتتكلم وتشعر مسلما، ثم تموت مسلما. سئل الإمام أحمد بن حنبل: من مات على الإسلام والسنة هل مات على خير؟ فقال لسائله: أسكت، بل مات على الخير كله. يقول سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أي خير تقدمه لنفسك ستجد أن الشكور الحفيظ حفظه ونماه، فتأتي يوم القيامة تجده عنده موفورا، قد عظم وبات أكبر من يوم أن فعلته. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وفي الأثر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا من شكره، فلم يضيع صنيعك الحسن بل سيجعله وقاء لك على أن تموت ميتة سيئة. لذلك فشعور أنه سبحانه الشكور وأن الخير كله منه يجعل العبد على ثقة بربه محسنا الظن به سبحانه. قيل لأعرابي: إنك تموت. فقال: ثم إلى أين؟ قيل: إلى الله. فقال: كيف أكره أن أقدم على الذي لم أرى الخير إلا منه. شعور عظيم ورجاء بالله كبير، ذلك الذي يملأ فؤاد هذا الأعرابي، يقره عليه القرآن حين يقول الحق سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء، نعم كل شيء يحوطك من الصحة والمال والراحة والتيسير والرضا هو منه سبحانه، وكان فضل الله عليك عظيما. تعبده 60 أو 70 سنة، أكثرها دون التكليف أو نوم أو عمل في المباحات، ومع ذلك يكافئك عنها بجنة عرضها السماوات والأرض تسكنها الأبد كله. فإن كان سبحانه يعطي لا على شيء، فكيف إذا كان هناك شيء؟ كيف إذا فرقت بينك وبين بقية عباده الذين يرزقهم ويتحبب إليهم بالنعم بأن عملت صالحا يرضاه؟ عند ذلك لا يجوز لك أن تعتقد أن لن يكرمك الكريم ويشكرك الشكور ويحمدك الحميد سبحانه. 3 أشخاص يلجئهم المطر إلى غار، فيصبحون وقد أطبقت صخرة عظيمة بابه فلا يستطيعون الخروج، فيبتهلون ويتوسلون إلى الله
بصالح أعمالهم، فيكون شكره لهم سبحانه بأن يجعل مكافأة العمل أو جزاء من مكافأة العمل جزءا من تفريج ذلك الكرب وزحزحة تلك الصخرة العظيمة. وما إن انتهى ثالثهم حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. يبذل عيسى عليه السلام عمره له سبحانه منذ أن نطق كلمته الأولى في المهد وهو عبد لله، فيتآمر ضده شرار بني إسرائيل ليقتلوه، فيكون شكره له سبحانه من أغرب الشكر رفعه إليه. هكذا انتشى له من بؤرة الهم والمكائد والقلق، وجعل في سماواته يعيش مع ملائكته وخيار خلقه. إنك مع الله في ربح دائم، والله هو القادر على انتشارك مما أنت فيه. أعلم جيدا أن لديك من الهموم والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة انتشال. اعمل الخير لينتشلك الله به، كما كان تسبيح يونس سبب انتشاله من بطن الحوت. إنك تتتاجر مع ذي الكرم المتناهي وذي الشكر المتناهي وذي الفضل المتناهي سبحانه. ليست هناك احتمالية خسارة في سوق الله من يسير أمرها، فكن معه ثم ارقب أفضاله واشكره، لن يتركك، ثق بذلك. لن تسجد لله سجدة إلا ويشكرك عليها شكرا يليق به وبكرمه، فقط كن معه. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك، واجعلنا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين، واهدنا لأعمال تجزل لنا عليها الشكر يا شكور يا حميد. هل هشمتك الظروف وتواطأت ضدك الكروب وتكالبت عليك الأزمات؟ هل غير الفقر ملامحك وأجدبت الأمراض حقولك وجعلك اليتم تبدو ضئيلا وأحاطت بك النظرات المهينة؟ روحك المنكسرة، قلبك المهشم، أنفاسك الضعيفة تحتاج إلى من يجبر التهشم والضعف والانكسار. لماذا لا تتعرف على اسم الله الجبار لتجبر بمعانيه الرحيمة كسورك، وتضمد بظلاله جروحك، وتهدي بمنسائمه عواصف روحك الهوجاء؟ من معاني اسم الله الجبار الذي يجبر أجساد وقلوب عباده، فالعيش في كنف الإله يمدنا بمراهم الصحة وضمادات السعادة ومسكنات الأوجاع ومضادات الهموم. فهو سبحانه أن علم أن كسورا ستعتري عباده في أبدانهم وقلوبهم وحياتهم، كسورا تترك ندوبها على جباههم وآثارها على أرواحهم، لذلك تولى جبرها برحمته وسمى نفسه بالجبار ليعلم عباده أنه هو القادر على جبرها فيلتجئون إليه. سبحانك يا الله، في أمان الله. ألف ألف أف أم.